اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن وتفضل وبارك على النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن وتفضل على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما دخلت آمنة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله لها وليس فيها أثر ولا وجع، وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة ووجبة عظيمة ففزعت منها، وإذا قد نزل عليها طائر أبيض ومسح بجناحه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف، كرامة للنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال يفوح منهن روائح المسك الأذفر والند والعنبر، وقد تقمصن بأطمار من العبقري الأحمر، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض، وقلن لها اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين، فشربت منه آمنة. قالت لما شربته أضاء من وجهي نور ساطع، فجعلت أقول من أين دخلن علي هؤلاء النسوة وقد كنت قد أغلقت الباب على نفسي، وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن. ثم قلن لي يا آمنة أبشري بسيد الأولين والآخرين النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت آمنة ثم قلنا هذا محمد مصباح الأراضي. ثم خرجنا عني وإذا أنا بثوب من الديباج قد نشر بين السماء والأرض، وقائل يقول خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين فإنه رسول رب العالمين. قالت آمنة فأخذني الفزع والجزع وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان حمر المناقير. قالت آمنة فبينما أنا متعجبة من ذلك ومما رأيت منهم وإذا قد وضعته بمحمد أئمة المعصومين صلوات محمد وآل محمد. ولد الحبيب وخده متورد، تعيش ولد الحبيب، ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في محاسن وصفه هذا مليح الوجه هذا أحمد. هذا كحيل العين هذا المصطفى، هذا كحيل العين
هذا المصطفى هذا جميل الوجه هذا السيد هذا جميل النعم هذا المرتضى هذا الحبيب نظيره لا يوجد. هذا الحبيب نظيره لا يوجد. يا سامعين لمدح طه المفتدى صلوا عليه وآله كي تسعدوا.